لم تمنع الجهود المبذولة لاحتواء فيروس كورونا تصاعد عدد الإصابات فيما يراها كثيرون موجة ثانية في معظم دول العالم، حيث تجاوز عدد الإصابات بالفيروس في الهند 75 ألف إصابة جديدة اليوم بحسب وزارة الصحة الهندية، ما يرفع عدد المصابين في البلاد إلى 7 ملايين. هذا الرقم جعل الهند الدولة الثانية من حيث الإصابات في العالم بعد الولايات المتحدة. أما فرنسا التي لم تستبعد السلطات الصحية فيها إمكانية فرض إغلاق محلي، فقد سجلت نحو 27 ألف إصابة جديدة بالفيروس، وتعد هذه النسبة رقما قياسيا يمثل أعلى حصيلة يومية في القارة الأوروبية. وليس بعيدا عن فرنسا، ستفرض بريطانيا قيودا جديدة ستسمح لرؤساء البلديات بالتحكم في نظام اختبار وتتبع فيروس كورونا، بالإضافة لنشر متطوعين محليين للذهاب للمنازل ومطالبة الناس بالعزل الذاتي. يأتي ذلك ضمن خطة جديدة لمكافحة انتشار الفيروس. حظر التجول وفرض قيود على المناسبات الاجتماعية سيكون ضمن القيود الجديدة التي ستفرضها ألمانيا في نهاية الشهر الحالي لمواجهة تفشي الوباء في المدن الكبرى، خاصة برلين وفرانكفورت. أما جمهورية التشيك فقد سجلت ارتفاعا قياسيا لحالات الإصابات اليومية بكوفيد-19، ما قد يحمل السلطات على فرض تدابير عزل محلي. أستراليا لم يختلف فيها المشهد كثيرا، فسجلت ارتفاعا في عدد حالات الإصابات اليومية بالفيروس، خاصة في ولاية فيكتوريا التي تبقي مدينة مالبورن تحت إجراءات عزل صارمة. وبالرغم من جهود أستراليا في احتواء تفشي الفيروس، فقد عادت الجائحة من جديد،